فإن القرآن من أساليبه أنه يعظم لك خالقك ثم يأمرك بعبادته. من أساليب القرآن العامة أنه يعظم لك خالقك ثم يأمرك بعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. لاحظوا أن الآية بدأت بقوله رب السماوات، وحينما نقول رب فهي تتضمن الخالق المالك المدبر، وهو كذلك المحيي المميت للخلق. يا أيها الإنسان تأمل، تفكر، كن على بصيرة بالأمر الذي أمامك. رب السماوات، وابتدأ بذكر السماوات دون غيرها مما يحيط الإنسان في عموم نظره وتأمله القريب أنه لا شيء أكبر من السماوات من ناحية المخلوقات فيما يشاهده. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. رب السماوات، كل السماوات هو خالقها مالكها مدبر أمرها، والأرض وما بينهما. أعيد الآية وتأمل في ذهنك للسماوات وتأمل الأرض، وخذ تفكيرا واسعا في ما بين السماوات وما بين الأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا استشعرت هذا فاعبده مباشرة، فاعبده مباشرة.